دلوقتي مدافع ماشي في الكوره جايه لك واكن في لاعب بيجري عليك وبيعمل تاكل، اكن الكوره جايه وهي الكوره جايه بعمل بادي فينت وعدي كده واحد يتزحلق فبعمل جامب واطلع من هنا، يبقى كده انا خرجت من الايه، من الضغط اللي هو هنا كمدافع، خرجت من الضغط ده وهو ضاغط عليكي. اي فيرو بيبقى ضاغط بيبقى داخل المندفع ان هو عايز يقطع، مش هياخد يجي قدامك يفضل واقف لي. فهي الكوره جايه بتعملي بادي فينت انك رايحه كده هتزقيها، هنعتبر هنا بس ان في لاعب عمل تاكل عليك فانت ايه زقيتي وعملتي الجامب. عايش طلع ها 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 بسرعه بسرعه. ايه اللاعب طالع على القريبه يعمل هيد، انت هتيجي تطلع من قدامه وتطلع لبره. ايه ايه عايش عايش ايه ها. انت لو بتعملي البادي فينت انك تلعبي هنا الباك او تلعبي النص ملعب كده وتاخديها هنا، هيكون هو ده خد قفل الحته دي، انا ايه رحت على الناحيه الثانيه على رجله الثابته خدتها وعملت الباس للباك. ها كويس كويس. ايه قرب ها بسرعه اهي هي دي خلاص. ها عايش 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 يلا بسرعه يلا بسرعه اهي ها عايش عايش اهي يلا ارجع من ورا المان ها ها ايه طلع ها ولعت.